الناس في كل مكان، كل الفريق العام اللي يحييكم. ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم، هنتلاقى ان شاء الله او انا حلاقيكم يوم الاربعاء ان شاء الله، لكن صباح الشروق هو يوميا من 9 صباحا. كونوا بخير وخلي بالكم من روحكم. السلام عليكم. وشال الشبال بانبساطة يا عادلة، أيوة عروس الضاوية السباتة يا عادلة. شال الشبال بانبساطة يا عادلة، أيوة ودي عروس الضاوية السباتة يا عادلة. الليلة شال الشبال بانبساطة، أيوة ودي عروس الضاوية السباتة، وكمان رقص الضيه ومسك حجباتة، قصت ليه ومسك حجباتها. عديلة ليه يا بتقولين ببساطة يا عديلة ليه؟ يا عشايا عديلة ليه شويه شالك بداية يا عديلة ليه؟ وهي بدها العز والعجن يا عديلة، نبيها دارسة لكل فن يا عادلة، أيوه بيت العز والعجن يا عادلة، كمان بالنبيها دارسة لكل فن يا عادلة، أيوه سوت فيه البيت حرن يا عادلة. الليلة هي بيت العز والعجن، أيوه ودي بنبيها دارسة لكل فن، عديلة ليه خلت الأب كم وطن يا عديلة ليه؟ يا عشايا عديلة ليه شو يوم سهرك كداية عديلة ليه؟ يا وقالوا السيرة بالبابور يا عديلة، كمان عريس يا عديلة، هيا دارسين بالبابور يا عديلة، كمان دا عريس ما حالي تضح طور يا عديلة. الليلة قالوا السيرة بالبابور، أيوة دا عريس ما حالي تضح طور، كمان دا عريس ما حالي تضح طور. عريس حالي عديلة ليه نمشي للبقعة ونزور يا عديلة ليه؟ نسار يا عشايا عديلة ليه شو يوم شالك كده يا عديلة ليه؟ هي قالوا سافي قالوا سافي، هي سافي حسافي، قالوا سار يا عريس مسار في بيته سار يا عروس سار، قالوا سار أيوة أيوة سار، قالوا سار أيوة سار 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 يا عشايا يا عديلة ليه.